خويا انا جابني المرض هنا مع الراجل ديالي هادي عامين حنا هنايا، عنده داك المرض الخايف في النبوله، ودابا جابونا هنا باش يداوي، ولكن ما كاين حتى شي نتيجه، ما كاين. هادي عامين حنا مكرفسين هنا بالدواء وداك الشيء، والنتيجه باقا ما كايناش. حيدين لي النبوله هادي عامين، هما كيداووا فيه هنا في السبيطار، دو غير نشوفوا منهم لا كان شي حل وكان شي حاجه جديده يعوضوا لنا هذا الراجل شويه. حنا تكرفسنا بزاف وبعاد، حنا من المنطقه ديال البروج قليم سطات، عملات سطات فينا يوم يجين كنشريو نهار العيان كنخسروا فيه 12000 14000 في الدواء. هادو البرشيطات اللي كيركبوا ليه، وخلي الدواء، الدواء غالي ديال هذاك المرض. الراميد ما عندو ما دارنا، واخا كاين الراميد كنتكرفسوا بالدواء ونتكرفسوا بالمركوب، وكنضلوا على النهار هنا في السبيطار منشورين، وباقا حتى انا الجيم ما بانت لينا والو. كنطلب من هاد الناس يعاونونا ويساندونا الا كاين شي حاجه ديال المتحسنات المتحسن شويه. الراجل لاباس، حنا تكرفسنا بزاف، وليداتنا مخلينا في العروبيه مكرفسين. كنسكن مع ولدي مع احد الحانوت كاري ديال الحلاق، هو والحلاق، وجلس انا وولدي. دابا ولدي خرج من الحانوت وبقيت انا والحلاق والراجل. دابا انا كنمشي من هنا كنخلي الراجل في السبيطار يبات وحده، ونمشي انا كنجي من الصباح حتى الليل، وملي نمشي في العشيه كنمشي عند واحد المراه في الجرده هي اللي شاداني، ما كنجلسش نعس مع الخياط في الحانوت. ملي يكون ولدي نعس معاه، ملي ما يكونش ولدي ما نعش في هذاك الحانوت. كاريه ب 18000 ريال للشهر، ونهار فيه ونهار ما كايناش فيه.